السلام عليكم ورحمة الله إخواني متتبعين قناة أوتو ديال زاك، تحياتي لكم. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على النظام العادم ولا لا لين دي شابمو، غادي نحاولوا أننا نشرحوه بواحد الطريقة مبسطة سيغتو الناس المبتدئين باش يفهموا هذا السيستم كيفاش كيدير يخدم وشنو هو الدور ديالو، أي كومبوزون شنو هو الدور ديالو هنايا. وإن شاء الله غادي نحاولوا أننا نسهلوا ونبسطوا الحوايج. المهم غير حاولوا تتبعوا الفيديو من الأول للآخر باش تستافد، وما تنساش بالنسبه لما كنتيش مازال ما مشتركش في القناه حاول انك تشترك باش اي فيديو حطيته جديد غادي يوصلك انت هو الاول. فوالا، غادي اول حاجه غادي نحاول انني نشرح لكم هذا الشيما هادي مبسطه باش نحاول نوصل لكم المعلومه. كيف ما كنعرفوا هذا هو الموتور ديازيل، الموتور ديال ديازيل هنا كتم هنا كيتموا لك الاشواط الاربعه. شنو هما هذه الاشواط الاربعه؟ كاينه لادميسيون، كاينه الكومبريسيون، كاينه ليكسبلوزيون، وكاينه ليشابمون. هنا كتهمنا اخر شوط هو ليشابمون. فاش يتم داك الشوط الاخر ديال ليشابمون، دوك النواتج ديال الاحتراق غادي يدوزوا على هذا الكوليكتور. هذا هو الكوليكتور ديال ليشابمون، غادي يدوزوا على الكوليكتور ديشابمون، ومن بعد دوك النواتج ديال الاحتراق غادي يدوزوا على الكاتاليزور دوكسيداسيون ولا دي او سي. شنو كتعني هاد دي او سي ولا الدوك؟ هاد دي او سي اي حرف هنايا كيف ما كتشوفوا هنا، اي حرف كيدل على واحد الحاجه. وقبل ضروري الاخوان جدوا واحد الورقه او ستيلو ولا واحد الفيتير كتبوا فيها هاد الاختصارات، لحقاش غادي ينفعوكم بزاف الاخوان. فوالا، دي كتعني ديازيل. وهاد او كتعني اوكسيداسيون. وهاد سي كتعني كاتاليست. هادي الاخوان باللغه الانجليزيه، ديازيل اوكسيداسيون كاتاليست. الى بغينا مثلا نترجموها باللغه الفرنسيه، كاتاليزور دوكسيداسيون ديازيل. دائما في اللغه الانجليزيه، دائما باش نترجموها للغه الفرنسيه، دائما تنجيو من الاخر تنجيو العكس اللغه الانجليزيه. كاتاليزور كاتاليستيك سي كاتاليزور، واوكسيداسيون دوكسيداسيون كاتاليزور دوكسيداسيون ديازيل. ولا ترجمناها باللغه العربيه هي محفز أكسدة ديازيل. من بعد نواتج الاحتراق غادي يكملوا الطريق ديالهم وغادي يدوزوا على هذا الانجيكتور، ديال لاد بلو مازال غادي نهضروا عليه. ومن بعد كاين الاس سي، غادي نشرحوا شنو كتعني هذه الاس سي. الاس سي والار سي سي اس راه بحال الاخوان، غير هنايا هذه باللغه الانجليزيه اللي كانت باديه بالاس سي، هذه دونك هنايا باللغه الانجليزيه، ولا كانت باديه بالعكس الار سي اس هنايا باللغه الفرنسيه. دونك غادي نحاول انني نترجم هذا الاس سي شنو كيعني. الاس هذه كتعني سيليكتيف، سيليكتيف. ومن بعد كاينه سي كتعني كاتاليتيك. سمحوا لي سيليكتيف، غادي نزيدو لها سيليكتيف، غادي نزيدو لها او. وهاد سي كتعني كاتاليتيك. وهاد الار كتعني ريداكشن. من بعد كاينه باللغه الفرنسيه، دائما غادي نبداو بالعكس، العكس ديال اللغه الانجليزيه. دونك ريدكشن باللغة الإنجليزية، دونك باللغة الفرنسية هي ريدكسيون كاتاليتيك، هي كاتاليتيك. ولكن غادي نبدلو، غادي نحيدو غير السي وغادي نكتبو الكي اي اي. و سيليكتيف هي تتبقى سيليكتيف، هي هاديك، غادي نزيدو غير هنا او اكسون. المهم ريدكسيون كاتاليتيك سيليكتيف سيليكتيف. فوالا الاخوان، كيف ما كتشوفوا. ولا ترجمناها باللغه العربيه شنو كتعني، هي
التخفيض التحفيزي، التخفيض، التخفيض ريداكشن، التخفيض التحفيزي الانتقائي. هنا يا سيليكتيف هي الانتقائي. المهم كنصيحة انكم هاد الرموز، هادو الاختصارات ديال الرموز، كتبوهم في شي ورقة بالستيلو باش نهار غادي تحتاجوهم غادي ترجعوا لهم. من بعد الاخوان صافي هضرنا على الاسير. المهم راه هاد الشيء الاخوان دابا غير تنشرح لكم هاد الرموز هادو، فهمتي الاختصارات ديالهم، وعاد غادي نشرحوا الدور ديال اي واحد فيهم، غادي نهضروا على داك الشيء بشويه بشويه. المهم عاوتاني كاين الفاب، دونك هنا الفاب كاين الفاب وكاين دي بي اف. دونك الاخوان راه بحال بحال، الفاب ولا دي بي اف راه بحال بحال الاخوان. هنا الفاب شنو كتعني الفاب؟ المهم غادي نحاول انني نكتب. الاف كتعني فلتر، والا كتعني ا، وبي كتعني بارتيكول. فلتر ا بارتيكول، غادي نحاول نكتب هذا الشيء. فلتر فلتر ا بارتيكول، فوالا فلتر ا بارتيكول. دونك هنايا قلنا الفاب الاف ا بي والدي بي اف راه بحال بحال، غير هنايا هنايا الفاب باللغه الفرنسيه، وهنايا دي بي اف باللغه الانجليزيه. وشنو كتعني الدي؟ هاد الدي كتعني ديازيل، ديازيل. و بي كتعني بارتيكوليت، 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 بارتيكوليت. والاف، والاف كتعني فلتر. دونك دي بي اف كيف ما كتشوفوا، فاب كتعني فلتر ا بارتيكول، والدي بي اف كتعني ديازيل بارتيكوليت فلتر. دونك الاخوه راه بحال بحال، غير هنايا الفرق ما بين فاش تبغي تجي دير الدياغنوستيك اتسيتيرا، ولا تشوف شي حاجه تطلق الفاب، ومن بعد فهمتي كدير عاوتاني كتشوف عاوتاني شي حاجه فيها الدي بي اف، راه بحال بحال الاخوان. ما تخلطوش فهمتي، ما تخلطوش تقولوا الفاب بوحدو الدي بي اف راه بوحدو، راه الفاب هو الدي بي اف. داكوغ الاخوان، غير انا الفاب باللغه الفرنسيه في تخا بارتيكول، والدي بي اف باللغه الانجليزيه ديازيل بارتيكوليت فلتر. وبالنسبه للتراديكسيون باللغه العربيه هي فلتر بارتيكول، دونك مصفي الجسيمات، لي بارتيكول هما الجسيمات. دونك فوالا كنت ترجموها باللغه العربيه مصفي الجسيمات. المهم الاخوان، من بعد ما شرحنا الاختصارات ديال هاد الدوغ وهاد لي سير والفاب، المهم حاولوا انكم تكتبوا هاد الشيء باش تحاولوا تعقلوا عليه. وكاين الريزيرفوار ديال لاد بلو. بالنسبه للريزيرفوار ديال لاد بلو الاخوان، راه تيتواجد حدا الريزيرفوار ديال الكاربيرون، حداه تقريبا. انا بغيت راه حداه فهمتي، كيف ما كتشوف في الصوره، كيف ما كتشوفوا في الصوره هنايا كاين لاد بلو، وكاين الريزيرفوار ديال الكاربيرو. على حسب الكونستريكتور، ماشي دائما كيتواجد، ماشي دائما كيتواجد حدا الريزيرفوار ديال الكاربيرو. يقدر يكون لور، يقدر يكون لور في الكوفر كيف ما كتشوفوا في الصوره على سبيل المثال، كيف ما كتشوفوا في الصوره على سبيل المثال. على حسب الكونستريكتور، كل واحد وفين كيحطو، اللي تيديروا حدا الريزيرفوار ديال الكاربيرو، اللي تيديروا في الكوفر. المهم فوالا فوالا الاخوان دابا. وهذا بالنسبه، هذا الانجيكتور، هذا هو الانجيكتور ديال لاد بلو فاش يدوز ليكيد، الليكيد ديال لاد بلو فاش يدوز. هاد الانجيكتور هو اللي تي انجيكتي هنايا في لالين ديال لي شابمون. المهم غادي نهضروا على هادشي ان شاء الله. المهم غير حاولوا انكم بعد تقيدوا هادشي، غادي نمحي هادشي باش نبداو على بركة الله الشرح، شنو الدور ديال هاد الضو، وشنو الشرح والدور ديال هاد الاس ار والدور ديال هاد الباب. المهم حاولوا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا مزيان. المهم هذا هو الشرح ديالي. المهم اي حاجه راه كنعرفها الاخوه راني كنبارطاجيها معكم. فوالا فوالا الاخوان، المهم مخبي عليكم حتى شي حاجه. المهم اي حاجه كنعرفها فهمتي عندي راني كنبارطاجيها معكم، فاش يكون عندي الوقت راني تندير الفيديو هذا مكان الاخوان باش كلشي يستافد، وسيرتو الناس المبتدئين. وتحياتي لكم. دابا الاخوان غادي نشرحوا الدور ديال هاد لي كومبوزون، غادي نشرحوا الدور ديال الضوء والاس ار الفاب ولاد بلو. المهم قبل خصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي ضروري اي واحد خصو يكون تيعرفها، باللي ان الموتور تيخرج النواتج ديال الاحتراق، تيخرج النواتج ديال الاحتراق، وتيكونوا على شكل واحد الغازات. هذوك الغازات تيكونوا سامه الاخوان.
دونك هذوك الغازات خصك تعرفهم شكون هما. عندنا اول غاز، نحاولوا نعلموه بالزرق. عندنا المونوكسيد دو كربون، غادي لونوا هنايا بالزرق مونوكسيد دو كربون. انا غادي نشرح لكم علاش لونت لكم هذا الشيء، زعما غادي ندير لكم لي كولور. فوالا عندنا قلنا مونوكسيد دو كربون، وعندنا هيدروكاربور ان برولي غادي نديروه مثلا نديروه بالخضر. هو الاش سي هيدروكاربور ان برولي، فوالا اش سي. وعندنا كذلك اوكسيد دازوت، نديروه بالاحمر. اوكسيد دازوت الان او اكس. واخر حاجه هما لي بارتيكول، اصلا هما تيكونوا على شكل فهمتي دي بارتيكول، هذوك الجسيمات تيكونوا بكحلين، دونك نديروهم بالكحل لي بارتيكول. بارتيكول فوالا الاخوان. المهم هاد الشيء، هادو الاخوان هادو هما الغازات السامه، الاخوان هما هادو. عندنا الغازات السامه، عندنا السي او والاش سي والان او اكس ولي بارتيكول. دونك الاخوان علاش داروا هذا السيستيم كامل، الاخوان، وهذا الريزيرفوار ديال لا بلو، وهذا الانجيكتور ديال الانجيكتور اللي تي انجيكتي لا بلو، باش يحيدوا هذا الشيء، زعما باش يحيدوا هذا الشيء، باش يتم المعالجه ديال هاد الغازات السامه، تتم المعالجه ديالهم، وغادي يحولهم واحد الغازات فهمتي ما تيضروش بالبيئه وما تيضروش بالانسان. دونك عليها داروا الدوغ هذا، تيحيد واحد لي بارتيكول، تيحيد واحد الغازات، عاوتاني الاس ار تيحيد واحد الغازات من هنايا، والفاب تيحيد عاوتاني لي بارتيكول. غادي نشرح لكم داك الشيء غير بشويه مبسط. المهم نحيدوا هاد الغازات السامه. دابا عرفنا هادو هما الغازات السامه. هنايا الاخوان كيف ما قلنا هنايا تيخرجوا الغازات السامه، قلنا سي او هو باللون الازرق، هو سي او. دونك سي او ياك. وعندنا الاش سي، وعندنا لي بارتيكول، غادي ندير لكم غير بنقطه كحله فوالا هاكا. وعندنا المونوكسيد، اوكسيد دازوت الان او اكس، هنا الاخوان هاد النواتج ديال الاحتراق راهما مازال راهما عاد كيخرجوا، زعما عاد كيخرجوا من من الكوليكتور ديال ليشابمون، ومن بعد غادي يدخلوا غادي يدوزوا على هاد الضوء، الدوغ هذا. شنو قلنا الضوغ هذا؟ هو الضوغ زعما هو الكاتاليزور دوكسيداسيون. هنايا غادي يدوزوا هاد النواتج ديال الاحتراق، غادي يدوزوا يدخلوا مثلا هنايا غادي يكون الان او اكس، هنايا غادي يكون يدخلوا هاد النواتج ديال الاحتراق، المهم باش نفهمكم هاد الطوق هادي غادي نحيدوها وغادي نديروها هنايا الطوق فوالا، وغادي نحيدو هاد الاس سي ار، وهاد الفاب عاوتاني كذلك غادي نحيدوها ونكتبوها هنا لتحت فاب. دونك هنايا الاخوان هاد النواتج غادي يدخلوا لهاد الكاتاليزور دوكسيداسيون. دونك لهاد الان او اكس غادي تبقى هي هذيك، ان او اكس غادي تبقى هي هذيك، لحقاش هاد الكاتاليزور دوكسيداسيون ما غادي يدير لها حتى شي حاجه، وهاد لي بارتيكول كذلك غادي يبقاو هما هادوك، شكون اللي غادي يتبدل؟ هاد السي او والاش سي. دونك هاد السي او والاش سي غادي يتحولوا وبالنسبه للكاتاليزور دوكسيداسيون الداخل، فيه كاين واحد البلوك ديال السيراميك، عليه هاد السي او والاش سي تيتحولوا الفابور، الفابور او اي تيتحولوا الديوكسيد دو كربون، زعما تيتحولوا الاش دوزو
الاش دوزو الاش الاش دوزو الفابور ديال الماء و تيتحولوا للديوكسيد دو كارب دو كربون لو ديوكسيد دو كربون نديروه بالزرق ديوكسيد دو كربون ان ان 2 السي او 2 عفوا السي او 2 سي او 2 سي او 2 دونك ديوكسيد دو كربون هو السي او 2 دونك الاخوان الكاتال الدوغ الاخوان شنو تيدير الوظيفه ديالو انه تيحول السي او السي او والاش سي تيحولهم للاش دوزو والسي او 2 دونك الاخوان ها هو دوك النواتج هذوك النواتج هذوك النواتج السامه ديال السي او والاش سي ها هو حيدهم دونك الاخوان هنايا السي او دابا تهنينا من السي او ياك وتهنينا من الاش سي فوالا الاخوان دابا بقاو لنا الان او اكس ولي بارتيكول دونك هنايا غادي نكملوا الطريق هنايا دونك الاش دوزو سي او تبقى الان او اكس ولي بارتيكول دابا هنايا غادي نكملوا الطريق عاوتاني غادي يخرج الاش دوزو الاش دوزو الاش دوزو و سي او 2 غادي يخرجوا سي او 2 او غادي يخرج عاوتاني الان او اكس N O X أو لي بارتيكول لي بارتيكول هنايا قلنا بالكحل فوالا الإخوان دابا هاد النواتج ديال الاحتراق هنايا دونك بقاو لنا جوج لي سامين زعما هاد النواتج السامة بقاو لنا ال N O X أو لي بارتيكول دابا شنو غادي يتم عاوتاني واحد المرحلة أخرى غادي يدخلوا لمن غادي يدخلوا ال S C R قلنا ال S C R الإخوان ضروري انفو تشوف الاس سي ار عرف بلي ان فيه لا دبلو وكيف ما قلنا لا دبلو راه كاين واحد الانجيكتور تيكون في لا لين ديشابمون هذا الانجيكتور سي انجيكتي واحد الكميه ديال لامونياك الرمز ديالها طول ان الامونياك لامونياك الام اش 3 الام اش 3 امونياك دونك هنايا كيف ما عرفنا قلنا لا دبلو غادي يصيفط واحد ليكيد فهمتي لا دبلو وهذاك لا دبلو الاخوان فيه لامونياك لامونياك قلنا ان اش 3 غادي نديروه بالخضر ان اش 3 هذا لامونياك الاخوان ها هو الرمز ديالو ان اش 3 من بعد هاد الانجيكتور غادي انجيكتي ان اش 3 للامونياك ان اش 3 الان اش 3 ان اش 3 حاولوا انكم تشدوا ورقه وستيلو وحاولوا فهمتي ترسموا واحد انا راه الاخوان غير سمحوا لي على هذا الشكل فهمتي هذا الشيء يقدر يكون ما باينش ولكن حاولوا تتبعوه يحاولوا تحلوا داك المخ باش تفهموا مزيان قلنا الامونياك تيرمزوا له بالان اش 3 من بعد غادي يدخلوا هذه النواتج قلنا كاين الاش دوزو الاش دوزو غادي يبقى هو هذاك ما غاديش تبدل اش دوزو ياك عاوتاني كذلك سي او 2 تيبقى هو هذاك سي او 2 من بعد الاخوان هنايا هنا فين كيتبدل وكذلك البارتيكول تيبقى هو هذاك البارتيكول هنايا تيبقى هو هذاك البارتيكول هو هذاك ومن بعد هنايا غادي يتم واحد التفاعلات الداخل ديال الاس سي ار مع الامونياك والان او اكس وغادي تحول هاد الان او اكس لما غادي تحول الفابور كذلك غادي تحول الفابور 2 وغادي تحول كذلك لازوت دونك غادي تحول الاش دوزو دونك ديجا عندنا الاش دوزو غادي تحول الاش دوزو الفابور ديال الماء وكذلك لازوت ترمزوا له بالان 2 وي الان 2 غادي نديروها بالاحمر الان 2 دونك الاخوان هنايا عرفنا الاس سي ار الدور ديالو انه تيحيد الان او اكس اليميني الان او اكس دابا الاخوان شنو بقى لنا بقاو لنا لي بارتيكول لي بارتيكول علاش هذا سميناه فيلتر بارتيكول لحقاش هو فيلتر بارتيكول هو مصفي الجسيمات عليها قلنا له فيلتر بارتيكول اي مصفي الجسيمات دونك هنايا
هاد هنايا هاد الاش دوزو غادي تدخل، غادي تدخل نورمالمون، غادي تدخل وغادي تخرج نورمالمون عادية. اش دوزو غتبقى هي هاديك، ما غاديش تحول. والان ان دو لازوت حتى هي غتبقى هي هاديك ان دو. فوالا الاخوان، او سي او دو، او سي او دو حتى هي كذلك سي او دو. من بعد البارتيكول هنايا الاخوان، البارتيكول غادي يبقى هنايا واحد، غادي يبقى هنايا، غادي يتفلتر، ماشي غادي يتفلتر ولكن غادي يبقى هنايا، غادي يوحل هنايا بحال هنايا بحال شي شبكه، الشبكه مثلا لحقاش اصلا دايره بحال شي شبكه هنايا الداخل ديال الفاب داير بحال شي شبكه. المهم حنا ما غاديش نهضروا على التفاصيل الداخل شنو كاين، حنا غير تنحاول انني نبسط لكم الحوايج، هذا السيستم كيفاش خدام، و هاد لي كومبوزون شنو هو الدور ديالهم وشنو تيدير ايتترا، باش تعرف هاد النواتج ديال الاحتراق كي تيديروا، كي تيديروا فهمتي، كي تيديروا يتصفاو، كي تيديروا يتعالجوا، فهمتوا الاخوان. لي بارتيكول هنايا، لي بارتيكول غادي يبقاو واحدين. ومن بعد هنايا الاخوان، هاد الاش دوزو، هاد الاش دوزو كيف ما كتشوفوا غادي يخرج، وهاد الان 2 غادي يخرج، وهاد السي 2 سي او 2 غادي يخرج. دونك غادي يخرجوا للطبيعه، الاش دوزو، الاش دوزو و سي سي او 2 شكون اخر، او لازوت الان 2. احنا الاخوان دابا حيدنا هنايا ثلاثه ديال المواد السامين ولا النواتج السامه، دونك هنايا هما تحيدوا، بقالنا لي بارتيكول. لي بارتيكول الاخوان هنايا، هنايا تيبقاو واحدين، هنايا تيبقاو واحدين، فوالا تيوحلوا هنايا، تيوحلوا هنايا لي بارتيكول، الفلتر بارتيكول هنايا. باش تسوبريمي هاد لي بارتيكول من الفاب ضروري خص لا ريجينيراسيون، وكاينين جوج ديال الانواع ديال لا ريجينيراسيون، كاين ريجينيراسيون باسيف وكاينه ريجينيراسيون اكتيف. نهضروا اولا على لا ريجينيراسيون باسيف. لا ريجينيراسيون باسيف تديرها نتايا، تقدر ديرها نتايا على سبيل المثال انك تشد السياره ديالك وتمشي فيها، تمشي للوتوروت ومثلا فهمتي الريجيم موتور مثلا يكون ما بين 3000، ما بين 1000 2500 توغ بار مينوت حتى 3000 توغ بار مينوت، وتكون لا فيتاس مثلا 110 حتى 120 كيلومتر بار اور. ومن بعد هنايا الاخوان درجه الحراره، لحقاش الموتور غادي يسخن بطبيعه الحال في لوتوروت، وخصك تشد واحد التراجي مثلا، واحد التراجي يكون طويل مثلا بيريود ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى نص ساعه كاع باش دير لا ريجينيراسيون باسيف. فوالا، او باش تتم هذه العمليه، باش تتم هذه العمليه ضروري الفاب خصو يوصل لواحد درجه الحراره ما بين ديك 450 حتى 650 درجه سيلسيوس. باش تم، باش تسيبريما هذوك لي بارتيكول ضروري خص درجه الحراره خصها تكون مرتفعه بطبيعه الحال باش يتحيدوا هاد لي بارتيكول. وبالنسبه لا ريجينيراسيون اكتيف ولا بعد كاينين شي واحد تيقول لا ريجينيراسيون كوموندي، شكون اللي تيكوموندي هاد لا ريجينيراسيون؟ ماشي نتايا ولا الكالكولاتور هو اللي تيدير هاد لا ريجينيراسيون اكتيف. نورمالمون فاش كتوصل واحد الفاب، فاش يوصل واحد، فاش يوصل واحد النسبه مثلا لحقاش الاخوان، بالنسبه لي بغيتي دير دياغنوستيك وتعرف الفاب ديالك واش عامر واش موسخ، راه تيعطيك في الدياغنوستيك فهمتي، تيعطيك لي غرام فهمتي، تيعطيك لي غرام مثلا، يعطيك يقدر يكون يعطيك 18 غرام، 18 غرام ديال لي بارتيكول كاينين في الفاب، يقدر يكون يعطيك 6، يقدر يعطيك 7 ايتترا. ولكن اغلبيا باش هاد ريجينيراسيون اكتيف تاكتيفا، باش تاكتيفا خص نورمالمون الكاتاليزور خصو يكون عامر بواحد النسبه ديال 45% تقريبا. هادو جميع السيارات دايرين هاد السيستم، ان فوا توصل ل 45% ديال لي بارتيكول في هاد الفلتر بارتيكول، ديريكتومون الكالكولاتور غادي يدير لا ريجينيراسيون اكتيف، انه فهمتي غادي يديزاكتيفي لو جير، غادي ديزاكتيفي لو جير ويأكتيفي البوست انجيكسيون، تيدير بزاف ديال الحوايج باش تتم هاد لا ريجينيراسيون اكتيف. واحد النقطة عاوتاني مهمة الاخوان، اسمحوا لي طاحت لي الساحة، واحد المعلومة مهمة كذلك خصكم تعرفوا،
باللي فاش تكون على سبيل المثال تدير مثلا على سبيل المثال درتي الدياغنوستيك، درتي مثلا على سبيل المثال ديال الدياغنوستيك ولقيتي مثلا، لقيتي مثلا على سبيل المثال واحد 17 غرام مثلا، 17 غرام 17 غرام في الفلتر بارتيكول. هنا الاخوان ضروري حاول انك دغيا شوف شد السياره ديالك، دير لها لا ريجينيرا، سير لوتوروت، حاول تعطيها فهمتي واحد، سير واحد الساعه ديال الطريق فهمتي، باش تحيد، باش تحيد عليك هاد لي بارتيكول. لحقاش الاخوان فهمتي هاد محدد النسبه هادي تطلع مثلا، الى طلعت مثلا على سبيل المثال كسر من 24 مثلا، كسر من 24 غرام، كسر من 24 غرام، هنا الاخوان ديريكتومون غادي تشعل لك البوله ديال التشيك انجن، وغادي تشعل لك كذلك البوله ديال البوجي دو بريشوفاج، وكذلك البوله ديال الفاب. وإلا وصلت واحد النسبة، إلا وصلت واحد النسبة ديال 40 غرام، 40 غرام، 40 غرام هنايا، 40 غرام ديال لي بارتيكول في الفاب. هنايا الإخوان غادي تتم عمليات، هنا غادي ما غاديش تتم عملية ديال لا ريجينيراسيون، غادي تعطيك إيشيك دو ريجينيراسيون. هنايا ديريكتومون هنا خصك تحل الكاتاليزور، الا بقيتي تتمشى بيها صافي. اصلا الكاتاليزور فاش يوصل 40 غرام، 40 غرام صافي، الكاتاليزور راه تيتخنق صافي، مخنوق. هنايا فاش يوصل 40 غرام ديريكتومون خصك تحل الكاتاليزور وتغسلو، فهمتي تغسلو. لحقاش قدر الله الاخوان، الا كانت 400 40 غرام، الا وصلت 40 غرام راه يقدر الكاتاليزور يقدر يتهرس من الداخل، فهمتوا الاخوان، يقدر يتهرس مع تيكون مخنوق وفهمتي، وتعطيه واحد درجه الحراره، تعطيه واحد درجه حراره فهمتي تكون مجهده. ان فوا الكاتاليزور باش تعرفوا الفاب، ان فوا فاش توصل درجه الحراره واحد تقريبا واحد ديك 1000 درجه سلسيوس، هنايا الفاب الاخوان، هنايا تيتهرس من الداخل. فوالا الاخوان. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا واحد شويه. وفي الفيديوهات ان شاء الله اللي جايين غادي نتكلموا على السيستم الكترونيك ديال السيستم ديال لا لين دي شابمون، كيفاش كيخدم ايتترا، المعلومات كيفاش كيتنقلوا، وشنو الدور ديال دوك المعلومات ولي كابتور ايتترا. المهم ان شاء الله هادشي غادي نهضروا عليه وغادي نحاولوا نبسطوه ان شاء الله. وتحياتي لكم والسلام عليكم يا اخواني.